ننتقل إلى فقرة مواقع التواصل الاجتماعي. مع بدء عمل فريق التحقيق الدولي في الأسلحة الكيماوية سوريا، شهدت منطقة الغوطة الشرقية قصفا بغاز السارين. الكاتب نذير الزعبي نشر صورة لطفلة سورية قتلت جراء الحرب الدائرة في سوريا، وقد علق عليها قائلا: لا شيء أجدى من الصمت، فهم بحاجة لا شك لبعض الهواء النقي. ليأتي الرد من المفتي: يا الله يا الله، إلى متى سيدفع أطفالنا ثمن جرائمنا؟ الأردني أسامة تساءل عن عقلانية استخدام الكيماوي بالقول: هل يعقل أن يستخدم الكيماوي عند وصول لجنة التفتيش؟